الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلا ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما أحوجنا جميعا عباد الله إلى توبة يرفع الله عز وجل بها البلاء والفتن والإحن والمحن من بلادنا. لا أقول يتوب فصيل دون فصيل، وتتوب جماعة دون جماعة، بل على الجميع أن يتوب إلى الله عز وجل. ينبغي علينا أن نتوب من معصية الله عز وجل، ومن التقصير في طاعة الله عز وجل، ومما وقعنا فيه من تناول الناس بالسوء، وكذلك تضييع الأوقات في غير الطاعات أمام التلفاز أو في الكلام في السياسة التي لا يبدئ ولا يعيد ولا يسمن ولا يغني من جوع. فينبغي علينا أن نبدأ بأنفسنا، فنتوب إلى الله عز وجل، ونشتغل بطاعة الله عز وجل، ونطوي صفحة كما قال عز وجل لأبي بكر الصديق: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فينبغي علينا أن نعفو ونصفح عمن أساء في حقنا، وهذا شأن المحسنين وشأن الأنبياء والمرسلين، كما قال إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه: لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فأهل الإحسان يواجهون الإساءة بالإحسان، كذلك يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم لما صار على خزائن الأرض وأظهره الله عز وجل على إخوته الذين كادوا به، قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. فينبغي علينا أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نعفو وأن نصفح،
وأن نستقيم على طاعة الله عز وجل وعلى التوبة والاستغفار وطاعة العزيز الغفار. كذلك أدعو جميع الطوائف إلى التوبة إلى الله عز وجل، أدعو إلى التوبة الذين ملكوا المليارات بدون وجه حق وهم قابعون في أخبية السجون منذ سنتين، أقول لهم ينبغي عليكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل وأن تصلحوا ما بينكم وبين الله عز وجل وما بينكم وبين الناس، وإن من تمام التوبة أن ترد هذه الأموال إلى أصحابها. فمن كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. عمر رضي الله عنه، وعمر هو عمر رضي الله عنه الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما طعن وكان خده على الأرض فإذا أراد ابنه أن يرفع رأسه ويضعها على رجله يقول ويح أم عمر إن لم يغفر له، وقال والله لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. فأقول هذه الأموال وهذه المليارات لا تغني عنكم من الله شيئا، ولو ملكتم ملء الأرض ذهبا لا تغني عنكم من الله عز وجل شيئا، فينبغي أن ترد إلى أصحابها. وهذه نصيحة مشفق، وأرجو أن يصلهم هذا الكلام، عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يردوا المظالم بدلا من الأزمات وبدلا من إنفاق المال في حرق البلاد والعباد وفي قتل الناس وفي شراء الدولارات من أجل أن يحدثوا في البلد أزمة اقتصادية. كيف يثق الناس بكم وأنتم تهدفون إلى إسقاط البلاد وإلى حرق البلاد وإلى إيقاع البلاد في الأزمات؟ وكلما فعلتم شيئا ولم يأتي لكم بطائلة، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، تلجؤون إلى حيلة أخرى. ففي بعض الأيام نجد الحرائق تلو الحرائق، وفي هذه الأيام حوادث القطارات تلو الحوادث، فهي جرائم منظمة ممنهجة. فنحن ندعوهم إلى التوبة إلى الله عز وجل وإلى الرجوع إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل يغفر لكم ما مضى. فالله عز وجل يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الذين حرقوا المؤمنين في الأخاديد، حفروا حفرا عميقة وأضرموا فيها نيرانا عظيمة وألقوا فيها المؤمنين فوجا بعد فوج، والله عز وجل يدعوهم إلى التوبة. والذي قتل 99 نفسا بل 100 نفس قبضت روحه ملائكة الرحمة، لأنه أقبل تائبا صادقا في توبته. فالتوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة. الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. يا من أنفاسه معدودة وأفعاله ملحوظة، أينفق العمر النفيس في طلب الهوى الخسيس؟ جد الزمان وأنت تلعب والعمر لا في شيء يذهب. كم تقول غدا أتوب، غدا والموت أقرب. كم تقول غدا أتوب، غدا والموت أقرب. فنحن ندعوهم إلى التوبة إلى الله عز وجل، فوالله فيها سعادة الدنيا والآخرة، وفيها الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك يوم أن تاب الله عز وجل عليه
أبشر بخير يوم مر بك منذ ولدتك أمك، لأن يوم التوبة هو يوم بداية الحياة الطيبة مع الله عز وجل وبداية السعادة في الدنيا والآخرة. فأفضل يوم في عمر العبد هو اليوم الذي قد تاب فيه وقد تاب الله عز وجل عليه فيه. كما ندعو إلى التوبة كذلك عباد الله، الإعلاميون الذين يخربون قلوب العباد والذين يسكبون في قلوبهم العلمانية والليبرالية والذين يوالون النظام السابق رغبة في النظام السابق لا من أجل مصلحة البلاد والعباد ولا من أجل أنهم كانوا يتقون الله عز وجل وكانوا يعملون لمصلحة شعبهم، بل من أجل قروشهم وكروشهم، من أجل المصالح الشخصية والأهداف الأرضية الدنيوية، فهم لا يفعلون ذلك إلا مقابل دراهم يأخذونها على ذلك، فيضيعون عقائد الناس وولاء الناس، ويريدون أن يحرموا الناس من شريعة الله عز وجل، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، مع علمهم بأنهم إذا أقاموا شرع الله فإنهم سوف يعيشون عزة في الدنيا. ما يحدث في مال عباد الله، وهي بلد ضعيف ليس هناك سيطرة قوية للحكومة على الشعب، أناس منهم كثيرون دخلوا في الإسلام ورغبوا في الإسلام وأحبوا أن يحكموا بشرع الله عز وجل، ولكن الشرع هو البعبع بالنسبة إلى الغرب الكافر والشرق الكافر. فإذا برئيس فرنسا كأنه نابليون بونابرت يريد أن يجدد أمجاد آبائه، يدخل بحده وحديده وجنوده من أجل أن يقتل هذا الشعب لأنه يريد شرع الله عز وجل. وكما حدث في جنوب اليمن، هم يعلمون أن الأمة إذا عادت إلى شريعة الله عز وجل وإلى كتاب الله عز وجل تعود إليها عزتها وكرامتها وتعود إليها سيادتها، ويصير المسلمون في مكانهم الطبيعي في القيادة والسيادة والريادة. فهم يريدون أن تبقى الدنيا تبقى الأمة الإسلامية ذليلة مقهورة محتاجة إليهم، فيتسلطون عليها في أي مكان يجدون بزوغ فجر الشريعة، أو أن فيها أناس يريدون أن يحكموا بشرع الله عز وجل. فالله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، وهم يقولون إن الحكم إلا لغير الله. هذه العلمانية التي فرضت على البلاد الإسلامية، ولما سقط من يحرسها في كثير من البلاد الإسلامية إذا هم يمنعون أن يقام في أي بلد شرع الله عز وجل، لأن المسلمين إذا عملوا بشرع الله عز وجل عادوا إلى عزتهم وكرامتهم. فهؤلاء العلمانيون، هذه الأفواه وهذه الألسنة المأجورة بل المأزورة التي تسعى لإطفاء نور الله عز وجل، نقول لهم لن تستطيعوا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نقول لهم إذا أراد الله عز وجل أن تطلع شمس الشريعة لن تستطيعوا أنتم ومن وراءكم، بل ولا الغرب الكافر والشرق الكافر، أن يمنع شمس الشريعة من الطلوع على الناس حتى يحسوا بدفئها وحتى يستشعروا الحياة في ضوئها. ندعو هؤلاء الإعلاميين، في الجرائد المأجورة وكذلك القنوات المشبوهة، ندعوهم إلى التوبة إلى الله عز وجل. لا يبيعون دينهم بدنياهم، لا يبيعون بلادهم ووطنهم مقابل دراهم معدودة. عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتوبوا إلى دين الله عز وجل، ففيه سعادة الدنيا والآخرة. كما ندعو هؤلاء الذين خانوا البلاد والعباد والذين جعلوا الناس يقتلون ولا يتهمون بقضية،
لأن الدلائل تختفي خيانة من القائمين على بعض الدوائر القضائية أو الذين يتولون هذه الأمور في وزارة الداخلية من أذناب النظام السابق حتى يقتل الناس ولا نجد أدلة قتلهم أمام القضاة فيحكمون بغير الحق فيطلق القاتل ويقتل ويطلق الجاني ويهدر دم المقتول. نقول عليهم أن يتوبوا من هذه الحقوق، عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وعليهم أن يرجعوا إلى الله عز وجل. نقول لهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح معلق بالتوبة لعلكم تفلحون، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. وهذه الآية آية مدنية، وليس معنى مدنية أنها نزلت بالمدينة، بل الراجح أنها نزلت بعد الهجرة، أي أن الله عز وجل أمر الصحابة الكرام بالتوبة إلى الله عز وجل بعد إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وصبرهم، أمرهم الله عز وجل بالتوبة، وعلق الله عز وجل فلاحهم بالتوبة، فقال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كما ندعو إلى التوبة عباد الله كذلك الذين تركوا دينهم والذين أخذوا المذاهب نجاسات الغرب الكافر من العلمانية والليبرالية. والعلمانية هي اللادينية أو الدنيوية أو الحياة بعيدا عن الدين. هناك علمانية ملحدة أي تنكر وجود الله عز وجل بالكلية، وهناك علمانية التي صدرت إلى بلادنا وهي التي تعترف بالدين عقيدة ولا تعترف به شريعة، فتعبد بما شئت ولكن الإسلام لا يحكم، صلي كما شئت وصم كما شئت وحج واعتمر كل عام، ولكن الإسلام ليس من حقي أن يحكم، القوانين الوضعية هي التي تحكم، وكلاهما كفر بالله عز وجل، لأنها عدم رضا بما رضي الله عز وجل لنا. والله عز وجل يقول ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن ندعو هؤلاء العلمانيين والليبراليين ألا يتنازلوا عن دينهم وعن عقيدتهم مقابل هذه المذاهب الكافرة التي وردت عن الغرب الكافر والتي هي أديان عند أهلها. ندعوهم إلى التوبة إلى الله عز وجل وإلى الاستقامة على طريق الله عز وجل. وباب التوبة باب عظيم فتحه الله عز وجل، ودعا الله عز وجل كل العباد للولوج من هذا الباب، فدعا الكافرين فقال عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ودعا المنافقين فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ودعا اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فقال عز وجل بعد أن ذكر حالهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. كما دعا الله عز وجل إلى التوبة المسرفين على أنفسهم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم، فنزل قوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كما دعا الله عز وجل المؤمنين الصادقين فنزل قوله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكل عبد عباد الله لا يخلو من أن يكون صنفا من هذه الأصناف، إما أن يكون من المؤمنين الصادقين وإما أن يكون من المنافقين أو يكون من الكافرين أو من اليهود والنصارى أو من المشرفين على أنفسهم. فالله عز وجل يدعو كل الطوائف للتوبة إليه عز وجل والدخول في طاعة الله عز وجل وفي عبادة الله عز وجل.
فنحن ندعو الجميع إلى التوبة إلى الله عز وجل، لأن كثيرا من الناس يظن أنه لا يحتاج إلى توبة، لأنه ما زنى ولا سرق ولا شرب الخمر ولا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهو يظن أنه لا يحتاج إلى توبة، مع أن الله عز وجل يقول: من لم يتب فأولئك هم الظالمون. قسم الناس إلى تائب وظالم، فإما أن تكون تائبا وإما أن تكون ظالما. قال بعض السلف: من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بل أخبر الله عز وجل عن توبته على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، فقال عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فعلينا جميعا عباد الله أن نعود بالتوبة إلى الله عز وجل، أن نرجع إلى الله عز وجل بالتوبة قبل أن نرجع إليه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فكل عبد منا ليذهب إلا إلى الله عز وجل. المؤمن والطائع، الكافر والمؤمن والعاصي والطائع، الكل يرجع إلى الله عز وجل. فعليه أن يرجع إلى الله عز وجل بالتوبة الآن، حتى يرد على الله عز وجل ورودا كريما، قبل أن يعود إلى الله عز وجل ويرجع إليه رجوع العبد الآبق الذي هرب من سيده وأحيط به وأعيد إلى سيده. للتوبة علامات للصحة عباد الله، فمن هذه العلامات أن يظل العبد على الخوف حتى تنزل عليه الرسل، أي ملائكة الله عز وجل: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من علامات الصحة كذلك عباد الله أن يتقطع قلب العبد ندما على ما فرط منه وخوفا من الله عز وجل. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال سفيان بن عيينة: تقطعها بالتوبة. والقلب إذا لم يتقطع في الدنيا بالتوبة إلى الله عز وجل تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. من علامات الصحة كذلك عباد الله أن يظل العبد غير آمن من مكر الله عز وجل، لأنه يعلم أنه قد تاب ولكنه لا يدري هل قبلت توبته وهل محيت حوبته، فهو يستمر على الخوف وعلى طاعة الله عز وجل. من علامة الصحة كذلك كسرة تصيب قلب العبد فتطرحه ذليلا بين يدي الله عز وجل، ويكون حاله كحال عبد أبخ من سيده بعد كثرة جناياته ومخالفاته، وهو يعلم أنه منتهى سعادته في رضا سيده عنه، وأنه لا يستغني عن سيده طرفة عين. فلله ما أحلى قوله عند ذلك: أسألك بقوتك وضعفي إلا رحمتني، أسألك بغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة، بين يديك عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير. يا من ذل لك قلبه وخشعت لك جوارحه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
الناس في التوبة عباد الله على أقسام، منهم من لا يوفق لتوبة طوال عمره، بل يعيش حياته معرضا عن الله عز وجل حتى يموت على ذلك، لم يوفق للحظة صدق يصدق فيها مع ربه ويصدق فيها مع نفسه، لم يقف مرة في الصف يقول إياك نعبد وإياك نستعين، لعله ما دخل بيت الله عز وجل مرة في حياته، بل لعله لم يدخل إلا مرة واحدة، ولا يدخل على قدميه بل محمولا على خشبته، ولا يدخل من أجل أن يصلي بل من أجل أن يصلى عليه، فكيف ينفعه هذا الدخول؟ لما نزل الموت بسعيد بن المسيب كان يغيب عن وعيه، فلما غاب عن وعيه قال لهم عبد الله بن جبير وجهوه أي إلى القبلة، فلما أفاق قال من أمركم أن توجهوني عبد الله بن جبير؟ قالوا نعم، قال والله لو لم تكن وجهتي إلى القبلة لا ينفعني توجيهكم. إذا كان العبد بإرادته في الدنيا لم يحتر بيت الله ولم يوجه وجهه إلى الله عز وجل، كيف ينفعه بعد أن يموت أن يوجه إلى القبلة وهو عندما كان بإرادة حرة، عندما كان مريدا لم يختر قبلة الله عز وجل، بل وجه وجهه إلى غير بيت الله عز وجل. فهؤلاء عباد الله لا يموتون في الآخرة ولا يحيون، لأنهم في الدنيا كذلك لا يموتون، ليسوا جمادا لا يحسون ولا يحيون الحياة الطيبة التي يحبها الله عز وجل لهم ويرضاها الله عز وجل لهم، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، أي أنه يأتيه الهلاك والعطب والبوار وما هو بميت، وأين يذهب وفي دار القرار؟ العبد يموت في الدنيا فيذهب إلى البرزخ ثم إلى الجنة أو النار والعياذ بالله، ولكنه في الآخرة أين يذهب؟ وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، وحسب المنايا أن يصرن أمانيا، حسب العبد من البلايا والرزايا أن يكون الموت أمنيته. قال بعض السلف احذر الموت وأنت في هذه الدار قبل أن تصل فيها إلى دار، قبل أن تصل إلى دار تتمنى فيها الموت ولا تجده. الصنف الثاني عباد الله من يعرف الله عز وجل برهة من دهره وزمانا من عمره، ثم ينقلب لعلم الله عز وجل فيه فيعمل بمعصية الله عز وجل ويموت على ذلك. ما أصعب العمى بعد البصيرة، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى، والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كم من خرب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقيا لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار. القسم الثالث عباد الله من يعمل بمعصية الله عز وجل ثم تتداركه رحمة الله عز وجل فيعمل بطاعة الله عز وجل ويموت على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهؤلاء على طبقتين: الطبقة الأولى الذين يتوبون قبل موتهم بمدة مديدة تؤهلهم للحصول على الدرجات، ومنهم من يتوب قبل موته بمدة يسيرة فحسبه أن ينجو من اللفحات وأن يفوز بالجنات. القسم الرابع عباد الله أشرف الأقسام، والحال الرابعة هي أشرف الأحوال، وهي حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون العبد عمره كله في طاعة الله عز وجل، ثم ينبه إلى قرب أجله فيجتهد في الطاعة والعبادة حتى يموت على عمل يصلح للقاء. لما نزل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون اجتهادا في أمر الآخرة، وكان لا يقوم ولا يقعد إلا قال سبحان الله وبحمده يتأول القرآن، وكان يعتكف في كل سنة في رمضان عشرة، فاعتكف في السنة الأخيرة من عمره 20 ليلة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج في السنة 10 من الهجرة، وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وخرج الناس فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله 100,000 صحابي شهدوا حجة الوداع مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والصحابة عرب يفهمون لغة العرب، يعلمون أن الترجي في كلام الله عز وجل أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطع، فقالوا حجة الوداع. فالله عز وجل إذا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أنتم تصلون قطعا إلى تقوى الله عز وجل مع الصيام إذا صمتم كما أمر الله عز وجل. وقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأنتم ترحمون قطعا عند الاستماع إلى كلام الله عز وجل والإنصات إليه. وقال عز وجل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأنتم تفلحون قطعا إذا أكثرتم من ذكر الله عز وجل. ففهم الصحابة رضي الله عنهم أن هذه حجة الوداع. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بقرب أجله، خطب الناس في طريق عودته إلى المدينة وقال إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وجلس قبل الوفاة النبوية بأسبوعين على المنبر وقال إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وقال بل نفديك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا، ونحن والله أيضا نفديه بآبائنا وأمهاتنا. لم يفهم هذه الإشارة إلا صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار، وكان أعلم الناس بمقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أبي بكر ويقول إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، أي أنه لم خليل لا يكون إلا واحدا، فهو خليل الله، اتخذه الله عز وجل خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كان متخذا من البشر خليلا لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه خليلا. ودع النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ومعاذ يركب والنبي صلى الله عليه وسلم يسير بجوار ناقته ويقول لعلك تأتي فلا تجدني، لعلك تأتي إلى مسجدي. ف
فيبكي معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول إذا كان سيد المحسنين صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يزيد في إحسانه، فكيف يكون حال المسيء؟ الله عز وجل يتمنى على الناس بالعمر ويقول عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبين عز وجل أن الناس إذا فارقوا الدنيا ليندم العبد على منصبه، ولا على المليارات التي تركها، ولا على زوجته التي كان يحبها، ولا على أولاده الذين قضى زهرة عمره في تربيتهم، بل هو يندم على أنه قصر في العمل الصالح. فقال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يريد أن يرجع فيعمل بطاعة الله عز وجل. نحن في نعمة الحياة عباد الله، هل يستطيع أحد من أهل القبور أن يقوم وينفض عن نفسه التراب ويحضر خطبة الجمعة، أو يصلي ركعتين لله عز وجل، أو يخرج دفتر الشيكات ويتبرع $1,000 مثلا لإخواننا في سوريا؟ هل يمكن لهؤلاء الذين فارقوا الدنيا أن يقوموا فيسبحوا تسبيحة واحدة لله عز وجل؟ هل يمكنهم أن يتوبوا من ذنوبهم السالفة؟ هل يمكنهم الاستغفار أو الدعاء؟ هذه الأبواب ما تزال مفتوحة لنا عباد الله. قال عز وجل وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قيل النذير هو الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أنت إلا نذير. وقال النذير هو المنذر أو الذي يدعو بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل النذير هو المرض، وقيل النذير هو الشيب، إنسان لو نظر في المرآة فرأى شيبا في وجهه أو في رأسه يعلم أنه قد جاءه النذير. فينبغي عليه إن كان عاصيا أن يتوب إلى الله عز وجل، وإن كان محسنا أن يكثر من الإحسان وأن يداوم على طاعة الله عز وجل حتى يموت على عمل صالح. إنما الأعمال بالخواتيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى توبة النصوح. أيها العاصي، لا يقطع من صلاحك الطمع، ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا لتقع. فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة فقال لك رفقاؤك في المعصية هلم إلينا، فقل لهم: كلا، ذاك خمر الهوى الذي قد عهدتموه قد استحال خلا. يا من سود كتابه بالسيئات، أما أنا لك بالتوبة أن تمحو. يا سكران القلب بالشهوات، أما أنا لفؤادك أن يصحو. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا، اللهم إنا نسألك لنا ولجميع المسلمين توبة نصوحا. اللهم تب علينا وتب عن جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا إلى توبة نصوح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين.
ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بشار الأسد وأعوانه وأنصاره، اللهم أحصهم عددا واختلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم شل أيديهم عن إخواننا في سوريا وأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم كن مع إخواننا في سوريا، اللهم قوِّ شوكتهم وسدد رميتهم وأجب دعوتهم ووحد صفهم وارفع رايتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم وتقبل شهداءهم وداو جرحاهم وفك أسراهم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله.